فرصة جيدة كمتنفس الأولاد، وخاصة في هذا الوقت الذي يعتبر عطلة بالنسبة للأولاد وكذا، ومنها متنفس جيد. نشكر القائمين على هذه المبادرة، ونتمنى أنها تتكرر دائما في العطل أو المناسبات أو حتى نهاية الأسبوع. هذه الطبعة الخامسة اللي تجمع العديد من الأطفال من الولاية وخارج الولاية لتنظيم هذا اللقاء الذي يجمع كل أطياف المجتمع، من أطفال، من شباب، من هواة، لتنظيم يومين أو ثلاثة خلال هذا المهرجان في للتعريف بالسياحة.